بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان ويوم جديد وحصاد الأهلي. الأهلي يلعب والوداد يكسب. نادي الأهلي خسر بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد ما هدم أمام الوداد المغربي بهدف مقابل شيء في لقاء الإياب على ملعب محمد الخامس. الأهلي يلعب والوداد يكسب، هذا هو عنوان اللقاءي النهائي. النادي الأهلي كان أكثر سيطرة، كان أكثر فرص، ولكن في النهاية العبرة بالخواتيم. ولكن نادي الأهلي مجملا في مباراتي الذهاب والإياب كان الأكثر وصولا والأكثر فرصا، ولكن سوء التوفيق في عوامل كتير جدا أدت إلى هذه النتيجة. خلينا نتكلم مع حضراتكم. النادي الأهلي وكابتن حسام بدري في هذه البطولة قدم واحدة من أفضل بطولات النادي الأهلي في مستوى الأداء. النادي الأهلي أحرز أكثر من أو حوالي 19 هدف في حوالي 10 مباريات، يعني بنسبة 1.9 في كل المباريات. النادي الأهلي يسجل في أغلب مبارياته أو كل المباريات. النادي الأهلي في مشواره واجه فرق من المغرب، واجه فرق من زامبيا، ثم فرق تونس، تكلم على الترجي التونسي نجم الساحلي، ثم الوداد. بص المشوار عامل ازاي، وفي كل هذه المواجهات النادي الأهلي كان أداؤه هو الأفضل. وفي كرة القدم ناس اللي بتنتقد من باب الانتقاد، على الرغم أن كرة مؤمن زكريا دخلت جون، الاوفسايد اللي حسبه الحكم في الكورتين بتوع مؤمن زكريا اللي لعبهم بالعرض دخلوا اجوان، كان الكلام ده هيتنقل تمام. نفس الشيء اللي كان بيتقال على الكابتن حسام البدري وهو متصدر للدوري، وقبل وصوله لنهائي الكاس كان في انتقادات. لما كابتن حسام البدري كان بيتعادل ماتش وهو متصدر للدوري وكسبان الزمالك وكسبان الاسماعيلي وكسبان المقصه وكسبان السموحه وكسبان كل منافسيه، كان بينتقد على الرغم ان هو كانت كورته هي الافضل، كان اداء النادي الاهلي هو الافضل. وعايز تقيس هذا المستوى، شوف ماتش الاهلي والزمالك الدور الثاني. وان سايد جيم، تلعب اقوى منافسينك نادي الزمالك هو اقوى منافسين نادي الاهلي، وبتكسب باريحيه كبيره جدا. نفس الشيء بالنسبه لماتش الاهلي والمصري. الاهلي اكثر هجوم، النادي المصري احرز هدف، ولكن النادي الاهلي كان موفق في انه احرز اهداف من استحواذه، احرز هدف من عمرو جمال ثم هدف احمد فتحي، وفاز ببطوله كاس مصر ودوري وكاس. كابتن حسام البدري افضل مدرب في مصر، وكان في بعض تاني يقول لك لا ده كان في مدرب الفلاني هو الافضل في مصر، على الرغم ان الراجل كسبان دوري وكاس وكسبان كل منافسيه. في دوري ابطال افريقيا نادي الاهلي خد المشوار تدريجيا. بدايه كانت سلبيه امام زناكو الزامبي، ولكن الاداء تحسن على الرغم من العديد من المشاكل اللي واجهت الكابتن حسام البدري على مدار البطوله، ابرزها الاصابه. ورغما عن ذلك النادي الاهلي كان اداؤه بمنحدر. انا عايز اقول لحضراتكم ان النادي الاهلي وصل للفاينل بدون حسام عاشور وبدون علي معلول. علي معلول افضل ظهير ايسر في افريقيا، وحسام عاشور شهادتنا فيه مجروحه. يعني عشان اتكلم على حسام عاشور وقيمته الفنيه، شهادتنا فيه مجروحه، لان واحد من اهم اللاعبين اللي جم في هذا المركز مش بس في تاريخ النادي الاهلي ولكن في تاريخ الكره المصريه. وبصوا ارقامه واحصاءاته، وبصوا اداؤه داخل الملعب وقد ايه زمايله بتتكلم عنه ان هو بيريحهم. ورغم عن ذلك ورغم عن كل هذه الامور، البعض ينتقد الكابتن حسام البدري. الكابتن حسام البدري اللي تحامل على نفسه وتحامل في موقف صعب على اي انسان انه يتحمله، ما حدث لابنته في كندا، وعلى الرغم من المسافات البعيده ولكن تحامل على نفسه وقاد النادي الاهلي في قياده فنيه ولم يخطئ. النادي الاهلي غير من شكل ادائه في ماتش النهائي، لعب 4-4-1-1، عمل توليفه لفريق الوداد لم يستطع على مجاراته. النادي الاهلي وصل الى مرمى الوداد وكان الاكثر سيطره واستحواذا حتى في المركز. اذا في كره القدم المدير الفني وانت بتلعب مع النادي الاهلي او بتدرب النادي الاهلي، الجمهور مش مستني فقط نتيجه، الجمهور مستني اداء ونتيجه. ولكن النادي الاهلي كان عنده الاداء وكان الاكثر فرص ولكن لم يكن موفقا، سواء في لقاء الذهاب او لقاء الاياب. سبحان الله، النادي الاهلي امام النجم الساحلي في السداسيه اللي كانت موجوده في برج العرب كان النادي الاهلي اكثر توفيقا، كان موفق في احراز الفرص اللي بيروحها. ولكن على الجهاز الفني ودور الجهاز الفني انه يوصلك ازاي للمرمى. احراز الاهداف دي طبعا بتبقى توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى، ولكن بص النادي الاهلي شاط كام كوره على مرمى فريق الوداد. شوف ذهابا وايابا وصل قد ايه، شوف انت بتنتقد ازار اللي كنت بتشيد بيه في لقاء النجم الساحلي بعد ما احرز هاتريك،
ضيع انفراد في لقاء الذهاب، ضيع بعض من الفرص في لقاء الاياب. مؤمن زكريا واحد من افضل اللعيبه في دوري ابطال افريقيا في النسخه الماضيه، واحد من افضل اللعيبه اللي موجوده في مصر في الفتره الحاليه. كان قد ايه اكتف الوداد لعب بالطريقه الايطاليه. وهذكركم برشلونه في تشامبيونز ليج دوري ابطال اوروبا في 2009 2010 كان بيلعب الانتر، والانتر مع مورينيو، ومورينيو لم يكن لديه غير ان هو يدافع نفس اسلوب الوداد، ودي الطريقه الاسهل في كره القدم. احنا مش بننتقد، لا نقلل من شان فريق الوداد، فريق الوداد فريق محترم، فريق قدر ان هو يوصل للنهائي وكان موفق امام النادي الاهلي وكسب. ولكن طريقه اداء الوداد سواء ذهابا او ايابا، وشوف المشوار اللي عمله الوداد في دوري ابطال افريقيا، وشوف المشوار اللي عمله النادي الاهلي وتخطي صعاب على اي فريق. كل ماتش النادي الاهلي كان بيلعبه كنت تقول النادي الاهلي مش هيكمل، ولكن النادي الاهلي كان بيكمل وكان بيوصل وكان بيبقى اداؤه افضل، بل بيروح لتونس وبيكسب في تونس. بعد ماتش النجم الساحلي في سوسه النادي الاهلي كده صعبت الامور، ويجي هنا ويعمل لك سداسيه تاريخيه لم تحدث في تاريخ دوري ابطال افريقيا. في بعض الاوقات كره القدم لا تعطي من يلعب افضل، وهنا التوفيق ربنا سبحانه وتعالى، وده اللي انا حابب ان انا اوصله للمشاهدين، ان كابتن حسام البدري وجهازه الفني، كابتن احمد ايوب وكابتن سيد معوض، كابتن طارق سليمان، وكل كابتن شعلالي، كابتن ابو العيلة في الاخصائي البدني، حتى الدكاتره دكتور خالد محمود والدكتور هاني اخصائي التغذيه، دكتور خالد طبيب الفريق، صراحه عملوا هذا الموسم موسم استثنائي. ان انا اخد دوري وكاس، اهم بطولتين محليتين داخل مصر، واوصل لنهائي دوري ابطال افريقيا وادي بهذا الاداء، الناس كلها بتتحدث النادي الاهلي بيخرج مرفوع الراس. ليه مرفوع الراس؟ لانه كان الافضل اداء. ليه مرفوع الراس؟ مش عشان هو واخد البطوله 8 بطولات، مش عشان عنده من الانجازات 20 بطوله افريقيه نادي القرن الى ذلك، لا، عشان هو كان الافضل اداء على مدار دوري ابطال افريقيا من البدايه الى النهايه. بص الارقام والاحصاءات، احنا كنا بنجيب لحضراتكم امبارح في استاد الاهلي احصاءات فريق النادي الاهلي، وجبت لحضراتكم بعض اللعيبه ابرزهم مؤمن زكريا وعبد الله السعيد وعمرو السوليه. بص ارقامهم ولاعيبه الوداد في نسبه الاستحواذ، بنسبه التمرير الصحيح، بنسبه الوصول الى المرمى الى ذلك، مفيش مقارنه. حتى كان في مقارنات هنا، تلاقي مثلا 3 4 5 شوط، او مثلا نسبه التمرير لعبد الله السعيد فارق حوالي 20 باص صح او 30 باص صح عن اقرب المنافسين من الفرق الاخرى. ولكن في بعض الاوقات برضه اقول لحضراتكم اللي احنا نعرفه اللي اتعلمناه حتى في علم التدريب، ان الفريق الافضل بنسبه كبيره جدا هو اللي بيكسب. ولكن ما حدث في هذه النسخه دوري ابطال افريقيا في 2017 لم يفز الفريق الافضل، بل فاز الفريق اللي كان بيلعب باستراتيجيه دفاعيه بحته، وعادت مره اخرى الطريقه الايطاليه الكاتاناتشو تظهر في الاجواء. على الرغم من ان الكابتن حسام البدري لعب كره جميله، يعني كل الخبراء الاجانب يقول لك كره النادي الاهلي اتراكتف فوتبول، اتراكتف فوتبول، كره تشدك، انك هتلاقي فيها تمرير كتير، هتلاقي تحضير من الخلف للامام، هتلاقي فيه شغل ما بين الاجناب والاطراف، هتلاقي فيه تسديد، وهتلاقي فيه كور عرضيه، وهتلاقي فيه ثرو باس، هتلاقي فيه جوان في منتهى الجمال. بالنسبه للنادي الاهلي هدف مؤمن في لقاء الذهاب، اعتقد يمكن افضل هدف في داخل افريقيا هذا الموسم. ولو بصيتوا على السته بتوع النجم الساحلي هتلاقوا نفس الشيء، النادي الاهلي بيقدم كوره في منتهى الجمال. ولكن هنا الطريقه اللي لعب بها عمودة هو ما كانش عبقري فيها زي ما بعض الاشخاص اظهروها. عمودة لم يكن لديه سوى ان يلعب هكذا. النادي الاهلي لما لعب فرق كوره زي فريق الترجي التونسي اللي الناس كلها كانت بتتكلم لا فرقه الترجي اقوى فرقه كوره، النادي الاهلي فاز على الترجي التونسي في تونس. ولو كان فريق الوداد لعب كوره امام النادي الاهلي كانت النتيجه هتبقى في صالح النادي الاهلي. النادي الاهلي لو لعب فرقه كوره هيكسب بكتير، ولكن الطريقه الدفاعيه وبارك ذا باص، يعني برضو الناس بقى اللي بتشاهد وبتتابع الدورات العالميه وبتبتدي تقرا بقى خطط المدربين، المدرب ده هو بارك ذا باص. فريق الوداد في ماتشين راح 3 مرات
بكورتين عرضيتين. النادي الاهلي عنده مشكله فيه. خلينا برضو نتكلم، ده مش هفضل امدح بس فيه، مفيش اي فرقه في العالم ما عندهاش مشاكل في الفريق، لان الكمال لله واحد، ولو مفيش مشاكل مش تبقى كره قدم. نادي الوداد كان موفق بانه بيستغل كل الفرص اللي بتتاح ليه، وهم فرصتين، ثلاث فرص في المجمل. حتى الكوره اللي دخلت مرمى النادي الاهلي، وكنت حذرت يمكن من فضل الله طريقه تحليلي في استاد الاهلي الساعه الاولانيه وانا بشرح لحضراتكم على الفيديو، قول ذكرت وليد الكارتي يمكن اكتر من خمس ست مرات. ووليد الكارتي قلت ان هو الوحيد اللي بيكمل من خلف المهاجمين وبيعرف يلعب بدماغه، وجاب هدف كذا هدف في بطوله دوري ابطال افريقيا واحرز من هذا الشكل. واكيد اكيد الكابتن حسام البدري قال الكلام دوت، لكن الكرة حتى وهي طالعه خبطت في حسين السيد وراحت لوجدي للاعب وليد الكارتي، وحطها وسط حراسه مدافعي النادي الاهلي واحرز هدف الوداد. هنتكلم على نقطه ثانيه اللي الكابتن حسام البدري وكلنا كنا حاسين بيها، وهو مستوى التحكيم في افريقيا. صراحه مستوى التحكيم في افريقيا بيوديك ل مش هقول لك نفق مظلم، ده بيوديك لشوارع وكباري مظلمه. ان يجي لك حكم في لقاء الذهاب زي تسيمبا باملاك تسيمبا الاثيوبي، ويكون عندك ضربه جزاء واضحه كالشمس زي ضربه جزاء وليد ازارو وانت ما بتاخدش حق، ويجي يقول لك لا اصل بعض محللين التحكيم، ولكن مش في مصر، في دول ثانيه يمكن بيتفرجوا على الكوره بتاعتهم هم، او يمكن درسوا التحكيم او شافوه من ناحيتهم هم. لكن انا لما يجي لي كابتن جمال غندور افضل حكم عربي، حكم الوحيد اللي بره قاره اوروبا حكم في امم اوروبا والاتحاد الاوروبي ما يجيبش اي حد، يخش يقول لك ان ضربه جزاء وليد ازارو واضحه كالشمس، يبقى هنا فول ستوب ونقم منه. مع كامل احترامي وتقديري لاي خبير تحكيمي في اي دوله عربيه ثانيه، مع كامل احترامي وتقديري انا معلش يعني لما يجي لي ليفل اعلى من كابتن جمال غندور ابقى اقول لك ممكن ده حتى في مقارنه، لكن مستوى المقارنه في هذا الشان كابتن جمال غندور وغيره طبعا من نجومنا الكبار في التحكيم كابتن ناصر عباس خبير تحكيمي، كل كابتن ياسر عبد الرؤوف خبير تحكيمي، الكل اجمع ان النادي الاهلي ظلم تحكيميا في لقاء الذهاب. النادي الاهلي ما بيعلقش شماعات على التحكيم، لان النادي الاهلي كان افضل في الاداء، ولكن في بعض الاوقات بيبقى في عوامل تؤثر في نتيجه اللقاء، كما اثرت الكوره بتاعت وليد ازارو اللي في لقاء الذهاب، وكنت اطلع 2-1 كانت هتفرق معايا وانا رايح ماتش النهائي في العوده في المغرب في كازابلانكا، تفرق معايا كتير وانا رايح 2-1، زي ما يفرق معايا كتير ان في 2 اوف سايد مش اوف سايد، واحده منهم وليد ازارو ومؤمن زكريا، مؤمن لعبها بالعرض الصفاره طلعت، طبعا وليد ازارو ما حطهاش غير الصفاره طلعت، حتى لو حطها مالهاش قيمه. بقى انت بتلجمني، انت بتحد من امكانياتي، على الرغم ان الجون الناحيه الثانيه في شك انه اوف سايد. اذا الحكام ان انت كمان بتدي طاقم تحكيم، اولا طاقم كل واحد من دوله فما فيش انسجام ما بينهم، زائد ان مستوى التحكيم في القاره عليه مشاكل، وكل ده اللي احنا شايفينه. يعني لما يجي لنا تقارير ان الحكم الاولاني تسيمبا لم يكن اصلا مرشح، والراجل جاي من الهند عشان يخش لك في هذا اللقاء وهو غير مؤهل، وبعدين بكاري جسامة اللي كنا عمالين نقول ده افضل حكم وهو الى ذلك، الوقت الضايع امام حضراتكم والتحجيم اللي امام حضراتكم، يعني احنا عارفين ان الطريقه المغربيه في كره القدم هيقعوا كتير وهيضيعوا وقت كتير جدا وهيستمروا في هذا المسلسل، مسلسل اضاعه الوقت، ده شيء معروف. فمش اول مره بنلاعب الفرق المغربيه، احنا بقالنا يعني من بدايه الستينات وبدايه دخولنا في الغمار الافريقي واحنا عارفين بنلعب فرق المغرب وعارفين طريقه اسلوب ادائهم، وعلى فكره احنا برضو في الاول وفي الاخر انا مش بهاجم الكره المغربيه، لكن انا بتكلم على وقائع وحقائق، هم بيعملوا كده، ده طريق اسلوب اداء، فريق بيلعب على ارض واسط جمهوره بيدافع وبيلعب مرتدات، النادي الاهلي ماسك الماتش. هتقول لي ما انت عملت ايه؟ لا، ما هو في كره القدم النادي الاهلي فلسفته ان انا دايما اللي بقى مستحوذ على الكوره، انا دايما اللي بتحكم في رتم اللقاء، والنادي الاهلي هو اللي كان متحكم في رتم اللقاء، وانت كنت مستني والمغرب كلها مستنيه ان في اي وقت النادي الاهلي قادر على احراز هدف. النادي الاهلي فعلا كوره مؤمن الانفراد الصريح لم يكن موفق فيه مؤمن زكريا،
وسبحان الله كان موفق في لقاء الذهاب، وهو ده التوفيق وعدم التوفيق دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. ولكن لعيبه الاهلي لم يقصروا، لعيبه الاهلي على مشوار البطوله وبالاصابات وبكل العوامل اللي موجوده، وموسم لا ينتهي قبل كده اكثر من 335 يوم، والاصابات اللي موجوده ووقت التوقيت الخاطئ الصراحه الى حد كبير لموضوع الانتخابات، عوامل كتير جدا اثرت في ما حدث في بطوله دوري ابطال افريقيا. ولكن كل الشكر والتقدير للكابتن حسام البدري انه خد قرار بقائه، وانه يعمل لي بطوله بهذا المستوى، وانه يخلي اداء النادي الاهلي بهذا المستوى. راجل صراحه يستحق كل الشكر لكله، وهو وكل اللعيبه حتى اللي اخطاوا في بعض المباريات كانوا رجاله في مباريات اخرى. وفي المجمل الاهلي يلعب والوداد يكسب، وسوء الحظ والتوفيق وعدم التوفيق والتحكيم يهديان الوداد البطوله الثانيه في تاريخه. وشوفوا طبعا الفرحه هناك عامله ازاي، لان ثاني مره نادي الاهلي 8 دوري ابطال افريقيا يا جماعه. اكمل مع حضراتكم في اخبار نادي الاهلي النهارده. الحمد لله عدت بعثه النادي الاهلي الى القاهره، وصلت مطار القاهره الدولي في تمام الساعه 7، وكان طبعا كل كان حزين. النادي الاهلي ما بتعودش على المركز غير المركز الاول، المركز الثاني بالنسبه له خساره، وده من اول اكاديميه الكوره اللي هي في تحت البراعم من اول 5 و4 سنين لحد الفريق الاول. نادي الاهلي المركز الاول يا اما بلاش، هو ده قيمه النادي الاهلي، عشان كده هو نادي القرن. ولكن كابتن حسام البدري ذهب الى المانيا، ومن المانيا هيذهب الى كندا عشان يطمن على بنته ربنا يشفيها. وهيبتدي فريق الكره في النادي الاهلي بقياده الكابتن احمد ايوب الاستعداد لمباراه تليفونات بني سويف. ان شاء الله هيبتدي مساء اليوم استعداده لمباريات تليفونات بني سويف، ان شاء الله هتبقى يوم الجمعه في الدور 32 من كاس مصر. النادي الاهلي وحامل اللقب هيبتدي يشتغل مع المجموعه طبعا، وما ياخدوا راحه. المجموعه اللي كانت بتلعب بصفه اساسيه، المجموعه اللي لم تلعب بصفه اساسيه واللي خارج القائمه الافريقيه يبقى عندهم تمرين حمل عالي يوم الاثنين، استعدادا طبعا ان هيبقى فيه نوع من انواع التدوير بالنسبه لقائمه النادي الاهلي وطريقه النادي الاهلي وتشكيل النادي الاهلي اللي هيبتدي يخش بيه مباراه تليفونات بني سويف. مباراه تليفونات بني سويف مباراه ما هياش سهله زي ما الناس شايفه. طبعا فريق تليفونات بني سويف الفرق اللي بتلعب النادي الاهلي، وخاصه اللي جايه من الدرجه الثانيه وهتلعب قدام بقى الجمهور والاعلام والتصوير، بيبقى بالنسبه لهم الماتش ده كل حاجه، كل حاجه في حياتهم هو هذا اللقاء. فالنادي الاهلي هيستعد ان شاء الله بقوه الى هذا اللقاء عشان يستمر في المنافسه على كل البطولات، وبطوله كاس مصر من البطولات المحببه جدا لكل جمهور النادي الاهلي وكل المعادي. برضو مشهد وجود المهندس محمود طاهر رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، المهندس سياده اللي هو شيرين شمس، الاستاذ كامل زاهر أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، وأيضا وجود المدير التنفيذي على رأس بعثة النادي الأهلي كان له دور كبير ودور إيجابي، إن البعثة حاسة إن ظهرها موجود. المنظر الجمالي العظيم اللي بيمثل لك قيمة النادي الأهلي ووجود كابتن محمود الخطيب، وطبعا الاستقبال الجميل المهذب اللي بيبين لك يعني إيه النادي الأهلي ما بين طبعا المهندس محمود طاهر وما بين كابتن محمود الخطيب في ملعب محمد الخامس في المغرب، وادي عوده النادي الاهلي وادي الحافله القادمه. المنظر اللي انا بقول لحضراتكم عليه ده بيبين لك يعني ايه النادي الاهلي، هو ملخص كده لو حطينا معادله يعني ايه النادي الاهلي في المنظر اللي انت شايفه ده. وعشان اقول لحضراتكم كل بقى جو والكلام اللي كان بيتقال وكذا وكذا وكذا، كل ده كلام في الاعلام فقط، جوه النادي الاهلي الموضوع زي ما انتم شايفين، وهو ده اللي احنا قلناه وهنفضل نقوله جوه قناه النادي الاهلي. النادي الاهلي اهم حاجه فيه الاخلاق والمبادئ والشرف، هما دول ملخص النادي الاهلي. بصوا على الصوره ديت وانتوا تعرفوا يعني ايه النادي الاهلي، وانا مش هتكلم على انديه ثانيه واقول لك بصوا اللي بيحصل فيها ايه، انا هتكلم على المنظر الجميل اللي انت شايفه قدامك عشان يبين لك قيمه النادي الاهلي. وادي عوده بعثه النادي الاهلي سالمه بحمد الله الى ارض وطننا العزيز مصر، وان شاء الله تبتدي الاستعدادات على اتم وثاق حتى يوم الجمعه المقبل للقاء تليفونات بني سويف.
اخد حضراتكم كل استعدادات لمنتخب مصر. النهارده هيبتدي استعدادات منتخب مصر لمواجهه غانا، المواجهه الاخيره في تصفيات كاس العالم. الحمد لله منتخب مصر تاهل، ولكن مباراه في منتهى الاهميه. اهميه هذا اللقاء ان انت عندك بعض النماذج اللي بتحب من اللعيبه اللي بتحب تجربها. عندك محمد صلاح هتديله راحه، عايز تشوف مين ممكن يلعب في مكانه. ايضا في بعض المراكز الاخرى ممكن تبتدي تجرب فيها عناصر جديده. خلينا نتكلم ونقول ان المباراه ان شاء الله يوم 12 نوفمبر المقبل، وهيعمل مؤتمر صحفي الجهاز الفني بقياده المدير الفني هيكتور كوبر الارجنتيني بحضور المهندس ايهاب لهيطه مدير المنتخب والكابتن محمود فايز المدرب المساعد الساعه 4 باستاد القاهره عشان يبتدوا يتكلموا على معسكر المنتخب. وخلينا برضه افكر حضراتكم كده سريعا ان في 10 لعيبه محليين انضموا لقائمه المنتخب، شريف اكرامي واحمد الشناوي ومحمد عواد. طبعا شريف اكرامي الاهلي، احمد الشناوي الزمالك، محمد عواد الاسماعيلي، احمد فتحي الاهلي، عبد الله السعيد الاهلي، سعد سمير الاهلي، رامي ربيعه الاهلي، طارق حامد من الزمالك، مؤمن زكريا الاهلي، وعلي جبر من الزمالك. 16 لعيب محترف، عصام الحضري من التعاون، شيكابالا الرائد السعودي، احمد محمدي استون فيلا ممكن ياخد دور، محمد عبد الشافي اهلي جده السعودي، احمد الحجازي ويست برومش الانجليزي، النني الارسنال، احمد حسن كوكا سبورتنج براجا من البرتغال، عمر جابر بازل سويسري، كهربا من اتحاد جده، عمرو جمال بيدفست جنوب افريقيا، تريزيجيه اسم باشا، عمرو ورده اتروميتوس، كريم حافظ لانسا الفرنسي، رمضان صبحي ستوك سيتي، وسام مرسي من ويجن، وعمرو مرعي من النجم الساحلي. ده ابرز ما جاء في قائمه منتخب مصر استعدادا للمواجهه الاخيره لمنتخب غانا. نروح لاخبار الدوري المصري. مصر المقصه، اول فوز مع كابتن عماد سليمان المدير الفني الجديد لفريق مصر المقصه. النهارده فاز فوز صعب على سموحه بهدفين مقابل لا شيء. خلينا نقول ان ثنائيه المقصه، اللاعب النيجيري ايريك تراوري في الدقيقه 72، ثم لاعب المخضرم الكبير هاني سعيد من ضربه جزاء في الدقيقه 82، استعاد توازنه مرة تانية مع الكابتن عماد سليمان صراحة مصر المقصة، لأن هو تعادل مع طنطا في أول لقاءاته وفاز في لقاء اليوم. ده بيخلي مصر المقصة في المركز ال 16 برصيد 5 نقاط، طبعا من 7 مباريات لعبها مصر المقصة. النهارده كان الجولة الثامنة من الدوري، الأسبوع الثامن من الدوري العام. فريق مصر المقصة من الفرق اللي انت تندهش ان هي في هذا المركز، ولكن سوء الحظ، سوء التوفيق، وايضا سوء الاداء في بعض المباريات حتى يعني كان له عامل كبير جدا في تغيير المدير الفني مؤمن سليمان. نفس الشيء ان كابتن ايهاب جلال لما ترك فريق مصر المقصة بعض اللعيبه كمان سابوا النادي، ف فريق مصر المقصة في مرحلة عدم توازن، ولكن عاد التوازن مرة تانية. الفوز بيجيب فوز، وان هو يكسب صراحة فرقة زي سموحة اللي موجودة السنة دي في المركز الخامس، معها مدير فني شتراكا، مدير فني على أعلى مستوى، راجل تشيكي ومن نجوم منتخب التشيك، فده دفعة قوية جدا لفريق مصر المقصة انه يستعيد مرة تانية الثقة. والثقة لما تيجي انك تفوز وكمان فوز على فرقة من الفرق إلا تقيلة، تديك دفعة كبيرة جدا داخل جدول الدوري. وأيضا في المباريات القادمة خلينا أقول لحضراتكم أن مصر المقصة في المركز 16 5 نقاط، وسموحة حتى بعد الهزيمة ظل في المركز الخامس برصيد 12 نقطة. اخذ حضراتكم للدوري الانجليزي الممتاز، اخذ حضراتكم لانجلترا. النهارده كان في مباريات في منتهى القوه، لكن هبتديها
بماتش نتعلم منه الكثير، ماتش من امتع المباريات في الدوري الانجليزي، مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد، ملعب فريق السيتيزن وفريق الارسنال الانجليزي اللي بيلعب ليه محمد النني ولكن لم يشارك في هذا اللقاء. الحاجه الجميله ان اللاعب سيرخيو اجويرو اللاعب الارجنتيني وهداف الفريق تخطى خلاص مرحله ال 179 هدف وبقى الهداف التاريخي لفريق مانشستر سيتي. الصوره الاولانيه يا ريت بس زمايلنا يرجعوها تاني، هو اللاعب الهداف التاريخي هو كان اسمه كريك بروك، عداه سيرخيو اجويرو. اللي حضناه دي شقيقه كريك بروك اللي هو الهداف التاريخي، يعني شقيقته هي السيده الكبيره في السن اللي بجانب اجويرو، جاءت خصيصا لتكريم الراجل اللاعب اللي كسر حاجز اخوها اللي هو الهداف التاريخي لمانشستر سيتي. وهنا بيبين لك قيمه كره القدم، الناس دي بتحب النادي، بتعشق نادي مانشستر سيتي، جاءت خصيصا. وشوفوا هي عندها كام سنه، ولو شفتوا النهارده طريقه ترحيبها بيه وهي بتحضنه عشان هو عمل حاجه انجاز كبير جدا انه تخطى حاجز ال 179 هدف، وجنبها ده برده مايك سامربي الراجل اللي بجوارها، ده برده واحد من ابرز نجوم مانشستر سيتي عبر تاريخه، وجايين خصيصا عشان يكرموا سيرخيو اجويرو اللي تخطى هذا الحاجز مع فريق مانشستر سيتي. ودي حاجه بتبين لك ان هم ازاي بيعرفوا يكرموا لعبتهم، ازاي بيعرفوا يقدروا اللعيبه وهم لسه احياء، ودي حاجه من الحاجات المهمه، ويا ريت نتعلم منهم ازاي بيقدروا يعملوا الحاجات ديت. ودي من ابرز قيم الدوري الانجليزي ان هم بيعرفوا يكرموا اللعيبه. على فكره الورده اللي موجوده هتلاقيها على كل القمصان، وايضا كل قمصان حتى بدل المديرين الفنيين والناس اللي نازله الملعب، دي الورده ديت عشان تكريما للمحاربين القدماء في الجيش الانجليزي. لحد دلوقتي بيفتكروا الجيش الانجليزي وبطولاته وانجازاته في الحرب العالميه، فهتلاقوا فيه دايما نجمه كده، عفوا ورده كده حمراء، الورده دي محطوطه تكريما لهؤلاء. خلينا اقول نخش في احداث الماتش اللي كسبه مانشستر سيتي بثلاث اهداف مقابل هدف. النجم الكبير كيفن دي بروين في الدقيقه 19 ابتدى الهدف، ثم سيرخيو اجويرو احرز الهدف الثاني من ضربه جزاء عشان يبتعد بقى تماما. شايفين دي الورده اللي معلقها الراجل مايك سامربي، الورده الحمراء دي تكريما لشهداء او للجيش الانجليزي المحاربين القدماء. وفي الدقيقه 74 كان جابرييل خيسوس احرز الثلاثيه الهداف البرازيلي، كان الكسندر لاكازيت البديل كان احرز هدف الارسنال في الدقيقه 65. كان توتنهام كسب كريستال بالاس، وده برضو ديربي من ديربيهات لندن، هدف مقابل لا شيء احرزه اللاعب الكوري سونغ. ثم نذهب الى مواجهه من المواجهات الثقيله، تشيلسي مانشستر يونايتد على ملعب ستانفورد بريدج في لندن، واللاعب الاسباني البارو موراتا في الدقيقه 55 يحرز راسيه رائعه ليتقدم فريق تشيلسي على مانشستر يونايتد، ويتفوق أنطونيو كونتي هذه المرة على جوزي مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد، وبيديله درس كبير جدا هذا اللقاء. مانشستر يونايتد لم يكن متواجد بالمستوى المطلوب، ومواجهة جامدة جدا أخرى في الدوري الإنجليزي، أفرتون أمام واتفورد ثلاث أهداف مقابل هدفين. ابتدى واتفورد في التسجيل عن طريق اللاعب دي اندرادي، ثم احرز الهدف الثاني كريستيان كاباتسيلي قبل ان يحرز بايي عمر نياسي لايفرتون، ثم دومينيك كالفرت في الدقيقه 74، ولايتون بينز الظهير الايسر لفريق ايفرتون بيحرز في الدقيقه 91 هدف من ضربه جزاء. وخليني افكر حضراتكم ان فريق ايفرتون اقال المدير الفني رونالد كومان وعين مدير فني اسمه ديفيد انورث، وده مدرب من فرق الناشئين. الناحيه الثانيه فريق واتفورد هذا الموسم مع المدير الفني البرتغالي ماركو سيلفا عامل الصراحه نتائج في منتهى الجمال وبيدهش الكل. مانشستر سيتي الان في الصداره برصيد 31 نقطه، اليونايتد بعد سقوطه بقى في المركز الثاني 23 نقطة، والفارق اتسع لمصلحة السيتيزن.
توتنهام هوتسبير في المركز الثالث برصيد 23 نقطة بينافس مانشستر يونايتد، وتشيلسي بعد فوزه النهارده دخل في معمعة الكبار بقى المركز الرابع برصيد 22 نقطة، ليفربول محمد صلاح في المركز الخامس برصيد 19 نقطة، وأنا دول أبرز الأندية. خليني أقول لحضراتكم إن واتفورد في هذا الموسم في المركز التاسع برصيد 15 نقطة، وده إنجاز يحسب للمدير الفني اللي صراحة بيقدم موسم أكثر من رائع. أخذ حضراتكم للدوري الإسباني، النهاردة كان في مباريات في منتهى القوة أبرزها الريال وفريق لاس بالماس. الريال ده ثلاثية صراحة جميلة جميلة جدا، فريق ريال مدريد استعاد مرة ثانية رونقه، زين الدين زيدان في هذا اللقاء غير طريقة اللعب وأبرزها أنه هو حط اثنين من أحرف المواهب اللي موجودة في العالم، لما يحط لك ماركوس أسانسيو يحط لك اللاعب إيسكو وراهم توني كروس وكاسيميرو وفي الامام بنزيما وكريستيانو رونالدو، اتفرج على متعه مفيش احلى من كده. تقدم الريال عن طريق اللاعب كاسيميرو ثم احرز اللاعب ماركوس اسانسيو صراحه واحده من افضل الاهداف عشان ريال مدريد يتفوق بثلاثيه على فريق لاس بالماس ويعود مره ثانيه الى المنافسه مرة أخرى، والمركز الثالث برصيد 23 نقطة. برشلونة بعد فوزه في الأمس بوصل لنقطة 31، وأصبح الريال يتخطى أتلتيكو مدريد في فارق الأهداف وفي المركز الثالث، فالنسيا في المركز الثاني برصيد 27 نقطة. أبرز ما جاء اليوم ليفانتي كسب جيرونا، عفوا ليفانتي خسر أمام جيرونا اللي كسب ريال مدريد في المواجهة الماضية ومنتعش بهدفين مقابل هدف، سيلتا فيجو امام اتليتيك بلباو والسيلتا يتفوق بثلاث اهداف مقابل هدف، والريال سوسيداد امام ايبار السوسيداد ثلاث اهداف مقابل هدف، وبيا ريال امام ملقا البيا ريال يتفوق بهدفين مقابل هدف، وده كان ابرز ما جاء في الدوري الاسباني في هذا اليوم. ده كان آخر خبر معايا النهاردة، حتى ألقاكم تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.